النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نتحدث بها عن الأحوال الجوية المتوقعة خلال اليومين القادمين. طبعا المملكة اليوم لاحظنا عليها تراجع واضح في تأثير الموجة الحارة، لكن بقيت الأجواء حارة نوعا ما في العديد من المناطق، ولكن انخفضت درجات الحرارة على حد سواء بشكل ملحوظ، خاصة على المناطق الغربية من المملكة. يأتي ذلك بسبب تدفق لبعض الرياح المعتدلة والتيارات المعتدلة قادمة من شمال الأراضي المصرية ومن البحر الأبيض المتوسط باتجاه الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى المناطق الغربية من المملكة. وبقية الكتلة الهوائية الحارة أو شديدة الحرارة المسببة للموجة الحارة قريبة من المناطق الرئيسية، لكنها تمركزت في المناطق الشرقية ومنطقة بادية الشام، مما عمل على استمرار الأجواء الحارة في بعض وأجزاء من المملكة خلال ساعات نهار هذا اليوم. غدا الأربعاء من المتوقع استمرار ذات السياق، الأحوال الجوية متوقع تكون يوم الأربعاء مشابهة لما كانت عليه يوم الثلاثاء. تكون الأجزاء الغربية من المملكة هي الأقل تأثرا بالأجواء الحارة وخاصة المرتفعة منها، في حين تكون الأجواء في شرق المملكة حارة إلى شديدة الحرارة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة عمان أجواء يعني ستكون بوجه عام ألطف مما كانت عليه خلال الليالي الماضية، مع ارتفاع واضح في نسب الرطوبة تصل إلى 70% وظهور لكميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. بالمناسبة اليوم هطلت زخات محلية من الأمطار في بعض مناطق البادية الجنوبية من المملكة. درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة في العاصمة عمان 23 درجة مئوية. غدا نهارا يتوقع أن يسود طقس صيفي عادي فوق المرتفعات الجبلية العالية، لكنه يبقى حارا بوجه عام في باقي المناطق، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، مع فارق واضح في درجات الحرارة بين شرقي وغرب المملكة. في نستعرض سوية درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهارا والصغرى في ساعات ليلة الأربعاء الخميس، في إربد من 33 إلى 22، في جرش من 34 إلى 23، في المفرق من 37 إلى 21 درجة مئوية، وفي عجلون من 32 إلى 22 درجة مئوية. العاصمة عمان غدا 34 إلى 24، في السلط من 33 إلى 25، في مأدبة من 32 إلى 22، في البحر الميت من 43 نهارا إلى 28 درجة مئوية ليلا، أما في الزرقاء فتكون من 39 إلى 23 درجة مئوية. ولاحظوا الفرق ما بين الزرقاء وعمان بالرغم من عدم وجود مسافة جغرافية كبيرة بينهما. في المناطق الجنوبية في الكرك من 29 إلى 22، في الطفيلة من 32 إلى 22، في معان من 35 إلى 23 درجة مئوية، وتكون الأجواء لطيفة للغاية في جبال الشراء، تصل العظمى إلى 30 درجة مئوية نهارا، في حين تكون الصغرى 22 درجة مئوية. وفي خليج العقبة ترتفع العظمى يوم الأربعاء في ساعات النهار إلى 42 درجة مئوية، في حين تنخفض ليلا إلى 29 درجة مئوية. المناطق الشرقية أجواء تكون بها حارة بوجه عام وتبقى تحت تأثير الأجواء الحارة، تكون في رويشد من 42 إلى 25، في الصفاوي من 41 إلى 25، وفي الأزرق من 41 إلى 24 درجة مئوية. بالنسبة للأحوال الجوية متوقعة خلال الأيام القادمة، هناك نشرة جوية خاصة تتحدث عن اشتداد غير مسبوق متوقع على الموجة الحارة تمهيدا لدخولنا في الذروة الثانية لهذه الموجة اعتبارا من يوم الخميس، بحيث كما تلاحظون يوم الأربعاء تكون درجة الحرارة 34 درجة مئوية في ساعات النهار، لكنها ترتفع إلى 42 درجة مئوية نهار يوم الخميس في العاصمة عمان، وتواصل الارتفاع يوم الجمعة لتقترب من 44 درجة مئوية في العاصمة عمان، تكون تقريبا في ساعات النهار، وتكون حتى في ساعات الليل درجات حرارة قياسية، ولن تنخفض عن 30 إلى أو 28 إلى 29 درجة مئوية مع أجواء لاهبة خاصة يوم الجمعة بشكل عام. قبل الختام نعود ونذكر ببعض التوصيات الهامة بشأن هذه الأحوال الجوية السائدة: عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس ولفترات طويلة، وعدم بذل جهد بدني في الخارج، وأيضا الاكثار من تناول المشروبات الباردة والمرطبات على مدار اليوم. لا تنسوا متابعة النشرة الجوية الخاصة التي تتحدث عن هذه الموجة الاستثنائية المتوقعة مع عطلة نهاية الأسبوع، والتنبيهات وإرشادات كيفية التعامل معها، كما لا تنسوا دائما تحميل تطبيقكم تطبيق طقس العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.